انا راه لصقوا فيا العام اللي فات نتزوج وانا نهرب ليهم. واش عبد الله واحد باقي ما عارف الكشه من السداري يتزوج؟ قال ما بقاش في الزواج. ونهار طلق قال لي كاسيدي خصك تعطيها النص. النص ديالاش؟ اش من النص؟ وتصوروا معايا دابا واحد كيبيع النعناع راس مالو بيكالا يقسمها معاها يعطيها الرويضه ديالو قدام وياس ديال اللور. ها واحد السيكليس باركه عليه مراته وانا وحقي والله الدار ما نتزاقل معاك وهادي. قال لها شوفي خلي لي غير ديك الميكا ديال الدوزان وهزي الدار الله يريبها عليك. احسن نعمه في الدنيا هي تازوفريت. سال المجرب لا تسال الواليد. ما تبعك لا زيت لا سكر لا ليكوش ديال الدراري. والدراري هاد الوقيته هادي دابا الدري من النهار كيتزاد وانت كتصرف عليه كيكبر كتنوض غير تسخرو ويدور فيك. اشوفها الواليده راك عشيري وما تبقاش تزنزن عليا الله يحفظك. او عب وحدي في هاد الدار ولا شنو تولي تولي انت هو الدري هو باك. الله يرحم والديك اللي بغى يولد بحال هادو بالنقص من الزواج. خلي عليك ملي يكون باقي في كرش امه. المراه الا كتوحم راه بحال راه تقوم كوري ديال البقر وما تقوم مراه كتولد. واحد مول الحانوت بارك عليه مراته كل عام كل نهار توحم على حاجه. شاف راسو القضيه ما مسلكاه سد الحانوت على برا حلاه من الداخل دخل ليه بيت الناس. قال لها شوفي احنا ساكنين هنا حتى نهار تولدي على خاطرك. الحاصل الحاصل ما جات فين تولد حتى كلات الكونطوار كانت كتوحم على الكياس. رضات الوالدين شي حاجه مهمه. سال المجرب لا تسال انا راه كنت معول الدين صرانية هاد الخلخاز. راه واخا راه ما ضحكوا راه هو انا هو البوكوس في الدوار. كنت معول الدين صرانية كنت معول الدين صرانية ساعه قالت لي الواليد غير انا ولا هي. شفت حتى عييت الوالده ورضات الوالدين وحشومه. جيت بست ليها راسها سمحي لي وديت النصرانية. بيني وبينكم ما خرجتش ليا السلعه. درت معاها تخرجني للصبليون ساعه خرجتني في الجورنال ومشات. هاد ليا ما تولات قضيه المراه خدات واحد الطابع في شكل حقوق المراه. انا في نظري كيجيو الحقوق وتغبر المراه فين هي. وملي كيكون المراه كيغبروا الحقوق. بيني وبينكم انا كاع ندمت حتى كنت راجل. كون كنت مراه كون راه بنادم يدبر عاد على شي خدمه في شي تيلي بوتيك ولا اي شي اوزين ديال ميناج ولا السردين. مع هاد ليا ما تولاو كيطلبوا العيالات. خفت انا لا تقلب الايه ويوليو يقلبوا على الرجال ما يلقاو حتى واحد. او بيني وبينكم قال لك اسيدي الراجل هو اللي خدم ويردم على هاد القبر راه ما حلوش لقاو شي راجل 100%. وبالعكس كتلقى عيالات نيت. بالعكس كتلقى عيالات رجال نيت على ما سمعتي ذاك المثل ديال كون راجل بحال امك. ها كاينين عيال راه شحال من واحد عيا ما يطير ويغوت جابته مراته ولا سدوس وكلاته مخضبع مخضر بصابون البلدي ولا يلبس تكشيطة ويمشي يبيع البطبوط في درب السلطان. وقضية وحدة كاينة كاع اللي فيها قوة الهضرة برا عارف مراته مزيرة من الداخل برا ما يشدو عشرة. وانا والله مرا وخصك تزير راه الا ما حكيتي مالا تعطيره والا ما حكيتي وزيرتي كيدخل للدار كيولي دجاجة. كتقول لي راه خاصني صندله كيخرج كيبيع سروال ويجيبها ليها. ايوا نتمنوا ان شاء الله من بعد حقوق المراه نهضروا على حقوق الرجل الدراري الصغار الشراف الهبال المتشردين المتسولين الحيوانات وحتى حقوق الطبع والتوزيع راه ما محفوظه في هذه البلاد. واش عباد الله كاع الاعمال ديال الفنانات تقرصنوا؟ كتبي تشري شي سيديه دابا كتلقى الجواب في سكل والسيدي في سكل. ديك النهار شريت سيديه ديال بوب مارلي مشيت للدار لقيتها ديال زينه الدوديه. قضية أخرى الحمد لله من اللي باقي ما كيقرصنوش بنادم راه إما راه كون لقيتي في كل دوار كل مدينة خياري كيضحك. تجي تقلب على الأصلي والله ما تلقاه وأنا راه شاك في هذاك اللي مريح.